تجربتك انت الشخصيه، انت بتقول لي حاجه، انا باكل سمره كل يوم. ده صحيح. اثرها ايه؟ تجربه شخصيه؟ تجربه شخصيه بمنتهى البساطه. نمره واحد، الهضم سبحان الله. اتنين، نزلت عندي، انا عندي سكر، انا مريض سكر طول عمري. السكر عندي مظبوط. انا عندي ضغط، ضغط عندي مظبوط. انا بقيس كل يوم سكر وضغط يوميا. نرجع تاني لحكايتنا مع الدراجون فروت. بدأت تتوسع ازاي وتعمل الصوبة العظيمة دي وتنتج الكم ده من الشتلات؟ والله خلي بال حضرتك، انا الاول مرة هنا في مصر اشوف حد بينتج شتلات مطعومة للدراجون فروت. انا شافك بتطعمها على اصل قوي، بتنقيه مخصوص. احكي لنا الحكاية دي. التطعيم علم. الطعم لما بيتحط وينجح بيطلع سرعة اضعاف السرعة العادية للنمو في الشجرة الاصلية. بالاضافة الى كده، انا لما هاخد الاصل اللي عندي القوي ده واطعم عليه، هضمن ان اللي فوق هيبقى قوي، لان ده الاساس اللي نازل في الارض اللي بياخد منه جذور والغذاء. الصنف من دول اللي حضرتك شايفهم دول كلفني سنه ونص. واحنا نقدر نصدر الدراجون فروت من مصر؟ السنه دي جه العقد بتاع كوبنهاجن ب 8 يورو. يعني الله. يعني 8000 يورو للطن. بتزرعه انهي نوع بقى؟ انجح صنف عندنا صنف احنا استنبطناه اللي هو جي ام 1 وجي ام 2. ايه مميزات اف 1 واف 2 اللي حضرتك عملتها؟ نمره واحد، اسمار غزير. تمام، ادي واحد. كبر حجم الثمره. الثمره بتوصل لقد ايه بقى؟ انت بيبقى عندك ثمره متوسط انتاجها 350 جرام للثمره. مزرعه زي دي 4 فدان، العائد بتاعها خلال قد ايه؟ الثمار بتاعتها تديني راس المال اللي انا دفعته، لان انا كده الشتلات انا بدفع فلوس. سنتين.